السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا أداة حلوة اسمها Avoid Clashes، ودي مهم جدا إن احنا شغالين في برنامج الريفت. دي بتعمل إيه؟ احنا دلوقتي واحنا شغالين على برنامج الريفت بنستنى لما نخلص شغل وبعد كده نقول له Avoid Clash. لا لا، دي ممكن تنبهني طول ما أنا شغال، لو أنا رسمت حاجة خالص في حاجة تانية يبدأ يقول لي خلي بالك في كلاش في المكان دوت، فأبدأ أشوف إزاي أتجنبه. وده يسهل ان انا احل فلاش فلاش بدل ما ابص في اخر المشروع فجأة ان انا عندي مثلا 100,000 فلاش. هو ابويا كلاش للاست، اخر حاجة اشتغلت عليها لاست موديفاير او سيلكت ايلمنت. يبدأ ينبهك إن في فلاش فتبدأ تتفاداه بشكل دوت. هنرسم هوت بيبر تري، هيبدأ يديك ألوان لحاجات اللي فيها فلاش فتبدأ تشوفها وتبدأ تحاول تحلها. في كلاش اهوت، فانت نبهت لأماكن الكلاش فتبدأ تفكر انا بدي لون بس مخالف لما يتعمل سيلكت. هو رفع لنفس المستوى محبط بيبدأ ينبهه الفلاشات. هو حرك عشان يتجنب يحل الكلاشات.